Actually, we'll have a fruitful topic with Professor Nasser on nutrition update for the optimum cognition. Professor Nasser is the professor of pediatrics and nutrition faculty medicine at Shams University. She is the secretary general of the Arab Society for Pediatric Clinical Nutrition. Please, Dr. Mayit, the floor is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Start by thanking my dear sister Ola for the kind introduction. Her persons, my colleagues, professors, pleasure again to be with you today. And my talk will be about nutrition updates for optimum cognition, highlighting the effects of HMOs and DHA. أنا شاكرة جدا للحضور في اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر بتاعنا وإن شاء الله التوك دي تثير اهتمام كل المركز في تخصص الكلينيك نيوتريشن. The presentation is sponsored by Nestle Nutrition. However, the company did not agree with any of its scientific content. إيه اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ الحقيقة هبتدي بquick wrap up of HMOs اللي هي human milk oligosaccharides. بعد كده هنهايلايت الميجر بنفيتس من HMOs addition to the formula وهنتكلم على الاكسبكتد outcomes reflected on the infant growth and development بس بسبيشال على الكوجنيشن وفي الاخر هنتناول سي بوفاز اللي هي اللونج بولي انساتوريتد فاتي اسيدز والبنفيتس بتاعتها to the growing. نقول اول كلمه ان البريست ميلك is the gold standard of infant nutrition. الحقيقة combination of nutrients اللي بتبقى balanced في the proportions بت support a rapidly growing infant ومش بس بتحقق لي الجروس لا ده كمان ال optimum protection and development. قدام حضراتكم الكلام اللي بيقول ان ال bioactive factor موجودة في ال breast milk ليها dual يعني مش بس nutrition لا دي كمان ليها biological activity. الحقيقه بتساعد في الاميون وفي النون اميون في الانتي انفلاماتوري وفي الانهانس ديفلوبمنت اند اول ذس ذاتس وات ميكس ذا بريست ميلك ايديال نيوتريشن. تعالوا نشوف الجدول اللي قدامنا بيحدد الدوز ريسبونس بنفيتس اوف بريست فيدنج. شوفوا قدام حضراتكم كام انفكشن وقد ايه برسنتج ريدكشن لما الطفل بيبقى بريست فيد يعني من الاوتيتس ميديا للاسما للسبيرتوسنسيتي الفيروس للنيمونيا وكمان ديزيزز قدام حضراتكم الديابيتس والكيميا والسيدز اللي هي سانفندس سيندروم والنك اللي هي النيكروتايزنج انتيروكولايتس اللي بتيجي في البريتر وكمان الماتيرنال كان. يبقى البريست فيدنج از اسوشيتد مونستبل امباكت اون انفنت موربيديتي ودايما في ريدوست ريسك للانفكشنز زي الدايريا والاوتيتس ميديا respiratory tract infections. طب ايه الكومبوننتس بقى اوف هيومن ميلك اللي بتساعدنا؟ الحقيقه من اول السكريتوري اي جي اي لللاكتوفيرين للكربوهيدرات كومبوننتس اللي اهمها الاوليجوساكرايدز للانتي سكريتوري فاكتورز وكمان اللايسوسايمز والانتي اوكسيدنتس كل ده بيسبورت الاميون ديفنس بتاع الانفنت بتاعنا. يعني البريست فيد بيبي ده لاكي بيبي يا سلام. بصوا بقى من اول الاميون سيستم وبيتر ريسبونس تو فاكسينايزيشن وكمان عندي السكين ولس انسيدنس اوف الرجي الجوينتس والماسلز ولس انسيدنس اوف جوفينايل روماتويد ارثرايتس البول ولس كونستيبيشن اليورينري تراكت انفكشن ولس انفكشن والدايجستيف سيستم بس لس كونستيبيشن ده لس دايريا وفيور ايه انفكشنز في الطفل از هول. الكيدني less salt and protein ودي ميزه جامده قوي. الهارت والسيركيولاتوري سيستم الحقيقه البريست فيد عنده lower cholesterol لما بيبقى ادلت. إيه خلينا نشوف الماوس وانتوا عارفين ان معظم الاطفال دلوقتي لما بيكبروا شويه بيحتاجوا ايه؟ البريسز دول الحقيقه نسبه حدوث اني احتاج بريسز فيهم اقل كتير. تعالوا نشوف الاندوكراين سيستم ونقول ان هم اقل انسيدنس اوف دايابيتس الايز فيجوال اكيوتي احسن الايرز لس انفكشن اند ابوف اول ا بيتر اي كيو. يبقى ده بلاست بيبي ولا لا؟
he is a blessed baby. The gap between the breast milk composition with baby formulas need to be minimized. ليه بقى؟ For the sake of the unfortunate ones اللي مش هيقدروا to be breastfed. طيب تعالوا نشوف بقى ايه الجديد في البيبي فورمولاز. الحقيقه البروتين والكلام على الكوانتيتي والكواليتي، لدخول الكلام على الكولين والالسي بوفاز والبريبيوتكس، ومؤخرا الكلام على هيومن ميلك اوليجو ساكرايدز. طيب يعني الدروب اوف ذا جود ستاف، الحقيقه نيوترينتس وكمان ديفنس فاكتورز، الحقيقه ات از اكشولي ذا ميركل دروب. تعالوا نشوف بقى ايه حكاية الهيومن ميلك اوليغوساكرايتس، ونبص على الكومبوننتس اوف ذا هيومن بريست ميلك. احنا عندنا حوالي 2/3 او اكتر مية، والباقي هما فعلا الماكرو والمايكرو نيوترينتس. ومن دول اعلى واحد موجود هو اللاكتوز، لانه حوالي 70 جرام بر لتر، يلي الليبيدز ثم الاتش ام اوز اللي بنتكلم عليها. الHMOs دي أنواع كتير زي ما هنقول، وأهمهم وأكترهم هي 2FL، وال2FL stands for 2-fucosyl lactose. يبقى with 20 to 25 gram per liter HMO في الكوليسترول، وأقل شوية like 5 to 15 gram per liter HMOs في الماتور ميلك، الHMOs دي represents the third largest solid component of the human milk. تعالوا بقى نقول هي ايه الاتش ام اوز. هي اكتشوالي بايو اكتيف كومبوننت، وهي تعتبر كومبلكس كاربوهيدرات وموجوده فورشن. ولو هنتكلم على الكومبوزيشن، هي الونجيشن اوف ذا ميلك شوجر. هو ايه الميلك شوجر ده؟ مش اللاكتوز، اللي هو الجلوكوز مع الجلوكوز. انا هطوله شويه، يبقى لاكتوز تاني، يبقى ان اسيتايل جلوكوزامين، يبقى فروكوز او سياليك اسيد. هطوله وهعمل له ديكوريشن وهنشوفها ازاي بسيطه، وبتدينا الاتش ام اوز. يبقى هما 5 ديفرنت مونوساكرايدز ان دي كونفيجريشن، ويبتدوا يدوني الونجيشن للكور الموجود وديكوريشن زي ما قلنا. وعندي 6 قداني، بس تعالوا نشوف البيزك الاول بيتعمل ازاي. في النص قدام حضراتكم انا عندي التو مولكيولز اللي هم الجلوكوز والجالاكتوز، واللي بطول بيها اسمها جالاكتوز جلوكوزامين. وفي تو انزيمز بيعملوها، واحد لو طول بيطول انير، والتاني بيسبب برانشنج وهو بيطول. وبعد كده عايز اعمل ديكوريشن، يطلع فوق واحط السايد، وده هيبقى اسمه اسيديك اتش ام او. ينزل تحت ابص واحط الفيكوز ريزيدوز، وده هيبقى نيوترال اتش ام او. السمبل اس ذس، تبديل وتوافيق، هنلاقي عندي رقم مهول من الاتش ام اوز. ونشوف قدام حضراتكم البيك كات. احنا اتكلمنا على الاسيديك اللي هو سايليتد، بس اكشولي ده اقلهم في الكميه، لانه ما بيشكلش اكتر من 12-14% من HMOs. ويجي بعديه مين؟ النيوترال الفيكوزيليتد، لأن نسبته 35-50%، والأكبر الحقيقة هو وده نيوترال نان فيكوزيليتد، وده نسبته 42-55% زي ما واضح قدام حضراتكم. طيب الأمور بينها هتعمل مين في كل الأصناف دي؟ الحقيقة المذرز لويس فاكتور والسكريتور كاباسيتي هم اللي بيحددوا انواع ال HMOs اللي في اللبن بتاعهم. انا عندي 2 فيكوزايل ترانسفريزز، عندي الفود 2 وعندي الفود 3. الفود 2 يكودل بالسكريتوري، والفود 3 باللويس جين. والحقيقه هما دول الكي بتاع ال HMO فيكوزيليشن. وبعد كده التحديد بقى بيجي، both of the genes are expressed في الجلاندولار epithelium بتاع الام. والحقيقة 79% من الأمهات عندهم الأكتف جين اللي هو بيديني الفود 2. فمعنى كده أن أغلب الأمهات عندها فود 2، ولهذا هيبقى عندها 2FL في اللبن بتاعها. طيب اللي فاضلين ممكن يبقى عندهم other HMOs، إنما الوحيد اللي لو مش موجود خالص هيبقى فيه مشكلة، لأن الطفل مش هيقدر يعمل colonization بالبيفيدوبكتيريا، والحقيقة ده هو الفود 3 لو مش موجود.
وسبحان الله بقى في ريسيرش جديد في 2018 قدام كده في الفوت نوت بيقول ان الام دي حتى لو لويس نيجاتيف ونون سيكريتور المفروض ما عندهاش لا ده عندها خالص, الحقيقه لقوا ان الام دي اللبن بتاعها فيه 3 افقل, ولما لقوا الثلاثة افقل في لبنها اكيد في other ايه بقى other ايه حاجه مش معتمده لا على السيكريتوري ولا على اللويس اتس انفولد وبتجيب لي في لبن الام افقل تاني موجود, وعشان كده الاطفال سبحان الله ما بتبقاش محرومه وما بتوصلش مرحله ان يحصل عندها الابنورماليتيز دي. طيب هي التقسيمه دي هي اللي بتبقى صعب شويه نركز فيها, ولكن قدام حضراتكم اغلب الامهات 70% اكشولي عندهم معظم ال HMOs في اللبن بتاعهم. نسبه الامهات اللي هي سكريتو نيجاتيف ولويس نيجاتيف اللي هي اللي خالص ودول ما يجوش غير 1% سبحان الله برضو عندهم بعض ال HMOs, لان في سكك تانية اكتشفوها مؤخرا غير كلمه لويس لازم واحد فيهم يبقى موجود عشان يبقى عندي اجزاء من ال HMOs. تعالوا نشوف بقى ايه الفايده وجود ال HMOs. هم immune modulatory ده أكيد وanti-inflammatory ده 100% ليهم anti-adhesive effect وanti-bacterial ده كمان, وكمان ليهم prebiotic effect وبيساعدوا لي innate immunity. الجديد بقى أنهم ليهم metabolic effects كمان وبيساعدوا في metabolic disease, ولقينا أن ليهم شغل جامد على cell differentiation والdevelopment بالذات في الجت وفي البرين. طيب هوز بيساعدوا النيو بورن؟ الحقيقه يس, وبيقولوا ان ده اسمه مالتيبل لايرز اوف بروتكشن, بادي من اول انه بيساعدني اتخلص من الباثوجين, يساعدني الانتستين بتاعتي تو ديفلوب البكتيريا الكويسه الصديقه تيجي تو كولونايز ماي جت, وكمان يساعد لي الاميون سيستم ان هو يبقى ماتيور. كلام جميل, ده مميز بالنسبه لي اكيد اكيد, لبن الام دي حاجه سبحان الله مميزه. لما اختبرنا اللبن بتاع السبيتشز التانية زي الكاو ميلك ما لقيناش ال HMOs دي موجودة, هي متسمية هيومن ميلك التانيين ماملز ممكن يبقى عندهم ما قلناش حاجة, بس نسبة اللي احنا قسناهم واتكلمنا عليهم دول مش موجودة فيهم. هم عندهم other ايه other oligosaccharides في اللبن عندهم, انما مش الحاجات اللي احنا بنتميز بيها في لبن الام. طيب تعالوا نتكلم ايه اقرب ماميليان ميلك لينا في الكونسنتريشن اوف ذا اوليغوساكرايدز؟ الحقيقه اعلى واحد البورساين. طيب في الكواليتي بقى مين اعلى واحد فيه فيكوزوليتد كنسبه؟ الجوت. طب مين اللي لا ده ولا ده؟ الكاو اللي احنا بنستعملها كبيز لكل الالبان صح كده, معظم البان الاطفال الا قليل بيبقى معمول بيزد على الايه البوفاين او الكاو ميلك. طيب نرجع ساينس اللي بي سبورت المالتيبل رولز فور اتش ام اوز, من اول البروموشن للجروس اوف سبيسيفيك سترينز اوف جات مايكروبيوتا بالذات البيفيدوبكتيريا, لليميتنج الابيليتي بتاعت الباثوجينز تو ادهير تو ذا جات, كمان بيعمل ايه بيساعد الجات بارير وبيقلل لي الانسيدنس اوف الرجي وبي بروموت البرين ديفلوبمنت والجروس والميتابوليزم. يعني لو حطيت 2 FL في الفورملا هستفيد؟ الحقيقه يس, يعني هكسب الجت هيلث, هكسب الاميون هيلث, البرين هيلث, هيبقى عندي لس انفكشن وعندي ماشي. يعني الطفل الجميل هيبقى وهو فيه كل الفوائد دي لو فعلا بقى فيه 2 FL عشان نقلل الجاب ما بين الفورملا والبريست ميلك. قدام حضراتكم صوره بتاكد فايده الانتستينال بارير سيستم, من اول ايه من اول الكومنسلز لنفس الميوكس لاير للابيثيليوم لكل الاميون سيلز الموجوده حتى الماسل لاير. لو فيلير قدام حضراتكم من اول الديسبايوزس لكل المشاكل احنا بنفقد كتير. الدايفرستي ان ستراكشر اند فانكشن اوف اتش ام اوز بيؤكد لي ان انا عندي انتي ميكروبيال افكت وبريبايوتيك افكت والميوكس supported وكمان الاميون سيستم supported, حقيقه الباثوجين ما بتلاقيلهاش مكان خالص عندنا. ليه بقى؟ لان هو دي اكت از ديكوي. الاتش ام او بتقول للاورجانيزم
كأن أنا الإبيثيليوم وتعالى أمسك فيه وتاخده وتتكل على الله وما يلاقيش فرصة يدخل على الإبيثيليوم ويهاجمه وينفيد ويعمل لي ديزيز. وكمان لما يخش في موضوع الألرجي ده هو اللي بيرجع لي البالانس بين التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2، يبقى بيرحم الأطفال من المانيفستيشن of allergic disease. ناخدها بالتفصيل أكتر. الحقيقة الـ possible function of the HMOs related to prevention of allergy قدام حضراتكم في الصورة دي، وهي واضحة حتى في الكلام المكتوب، من أول الـ prebiotic effect بالـ short chain fatty acids الموجودة supporting of epithelial barrier للdirect interaction مع الـ immune system، وكمان بيحصل إن هو بيترانسفير وبيعدي وبيساعدني وبيعمل لي ميكوزال هوميوستيزيس وبيسبب لي التوليرانس اللي بيرحم الطفل ستيشنز اوف الرجي. طب نتكلم على البرين بقى، لان المحاضره اساسا على الكوجنيشن. ايه الهايبوثيتيكال امباكت الحقيقه اوف اتش ام اوز على البرودكشن ريجوليشن اوف نيورو اكتيف مولكيولز؟ الحقيقه الاتش ام اوز برضه هتبتدي تبقى ادمنسترد وهتخش جوه، هتساعد البنفيشال بكتيريا زي البيفيدو زي ما قلنا، وتطلع لي امبورتنت باي مولكيول زي الشورت شين فاتي اسيدز زي الجابا زي الفاتي اسيدز. المولكيولز دي يا تروح تاثر على الفيجس يا تخش سيستميك سيركيليشن وتبتدي تاثر لي على الاميون سيستم. في انتر اكشن بقى المايكروبيوتا جات برين اكسس، وبعد كده ابص الاقي البرين بقى فيه امباكت عليه وتأثر والكوجنيشن اتأثرت. سريعا، في كلينيكال ترايلز عليه؟ يس، في كلينيكال ترايلز عليه، واهمهم ان انا لما ازوده الانفانت جراس يبقى من، لان اساسا دي فورمولا انا بكبر بيها الاطفال. والمارج الحقيقه كلينيكال ترايل من اهمهم، لانها قارنه كنترول فورمولا بتو اكسبيرمنتال فورم. الاثنين كان فيهم اوليغوساكرايدز تقريبا 2 جرام 2.4 جرام بير لتر، بس فورمولا 1 اغلبها قص وفورمولا 2 اغلبها 2FL. والحقيقه البحث ده قال ان الثلاثه فورمولا الحقيقه الاطفال كانوا تولرنت للفورمولا وكمان كبروا كويس وما كانش فيه ديفرنسز بينهم وبين بعض. وده الخطوط والالوان متقاربه جدا للكنترول وللاكسبيرمنتال فورمولا 1 و2 وللبريست فاد اللي هي الاطفال اللي على الهيومن ميلك. ده كان في الويت بويز اند جيرلز، ده في اللانث بويز اند جيرلز، وده في الهيد سيركمفرنس بويز اند جيرلز. والبحث الثاني اللي قدام حضراتكم ده كان بيتكلم على الانفنت فورمولا والجروس برضو، بس مع الجروس الموربيديتي. يعني البحث ده طلع وقال ان الاطفال اللي خدوا فورمولا فيها اتش ام او الحقيقه الاهل they reported less attacks of bronchitis and less use of drugs زي الانتيبيوتكس والانتيبيراتكس. فالكلام انه كمان في less incidence of infection مع استعمال الفورمولا اللي فيها HMOs. بيساعد الاميونيتي؟ يس، بيساعد الاميونيتي. ونرجع لنفس الترايل اللي اتعملت بالثلاثه فورمولا دي ونقول ان هم لقوا ان في lower plasma and ex vivo inflammatory cytokine profile قريبه من بتوع البريست فيدنج في الاطفال اللي خدوا الفورمولا اللي فيها ال HMOs. ودي نسب الايه السيتوكاينز في البلد، والبريست فيدينج هو الخفيف الابيض الفاتح ده، والاقرب ليه مش الكنترول فورمولا، لا الاقرب ليه الفورمولاز اللي كانت فيها اتش ام اوز. نفس الكلام هنا، وكمان حتى السي دي فورز اقرب في الليفلز بتاعتها للبريست فيدينج لما الاطفال بتاخد اتش ام اوز في الفورمولا. طيب هل في اذر كلينيكال بنفيتس؟ يس، في اذر كلينيكال بنفيتس. هنا بنؤكد التوليرانس، وده قلناه قبل كده، وبنقول ان الطفل لو خد الفورمولا دي في توليرانس احسن ليها كمان. وفي بحث بيؤكد ان الميكروبيوتا الهيلثي الحلوه اللي احنا عايزينها بتكولونايز اسرع وافضل لما الطفل بياخد الفورمولا فيها ال HMOs. والبحث ده بيؤكد ان هو اقل عرضه للريسبيراتوري والانتريك ديزيز وانس ذا فورمولا از سبلمنتد. والإنيت إميونيتي يس إتس برضو بتعتمد على إن أنا أخدت HMOs وبرضو بتبقى better وده documented. طيب does it boost immunity؟ الحقيقة يس، ده مارين موديل بس بيؤكد إن الفورمولا اللي فيها 2FL الحقيقة بتساعد كتير قوي الإنيت إميونيتي. How about the tolerance؟ There is neonatal immune system في development بيحصل وبيبقى modulated بالذات لما الطفل بياخد ال HMOs. طيب بدأوا ياخدوا مجموعة من الأطفال عندها high risk of allergy، جميل،
وبدأوا يقولوا طيب لما ناخدهم ونديهم الفورمولا اللي فيها HMOs ونتابعهم ايه اللي هيحصل؟ الحقيقة لقوا lower incidence of cow milk allergy في المجموعة دي اللي ابتدت على فورمولا فيها HMOs اللي بيؤكد ان في less incidence of allergies مع استحمال ال HMOs. طيب الجزئية بقى بتاع الكوجنيشن والبرين. البريستفيد انفنس demonstrated higher intellectual quotients at 7 years of age. وكلام ده documented. Will HMOs serve as nutrients for the brain development ومسؤولين على النيورولانشن والسيناتوجينيسيس. وكان في أبحاث كتيرة قوي على المارين مودلز بادية. الحقيقة كان في واحد في 2015 قال إن 2FL affected the cognition performance وimproved learning for rodents. وقبلها في 96 كان في بحث بيقول ان الـ 2FL ده ساعد كتير قوي في long term induction maintenance of hippocampus ودي مكان الميموري. وقبلها في 2015 كان في كلام على الـ sialated HMOs وقالوا انه بيساعد behavioral responses during stress exposure for mice. ونفس الـ sialated دول قبل كده قالوا ان هم enriched ganglioside sialic acid في البرين وممكن الـ gut microbiota في الـ piglets. طب دي animal models في human؟ yes في واحد في 2020. البحث ده جميل جدا لو اخد 50 ام وطفل وقاس ال HMOs في اللبن عند شهر وعند 6 شهور وعمل لهم بيلي سكور اوف infant development عند سنة. وسبحان الله بقى الريليشن اللي كانت significant كانت بين ال HMO في لبن الشهر مش لبن ال 6 شهور. وعشان كده البحث خلاص indicated that early exposure to 2FL may be critical temporal window for positively influencing the cognition. كل ما هيتاخد بدري كل ما هيديني effect على الكوجنيشن أكتر وأحسن. طيب في metabolic effects تانية سريعا في النود مايس هو بيعمل إيه؟ human milk oligosaccharides protect against development of autoimmune diabetes. والكلام الأحلى بقى إن في شغل على الأوبيزيتي كمان. والبحث المنشور very recent في 2020 بيقول fuel for childhood obesity prevention. يا سلام إحنا كان نفسنا في البريفنشن دي نعمل اللي إحنا عايزينه ونهيش ونخش الأوبن بفيه وناخد حاجة في جبنة كده إيه هي حميانة على طول. It seems إنه ممكن يبقى ده low role وprevention بقى في الحالة دي هيبقى بادي من بدري قوي. يعني أنا محمية من بدري قوي من effects of A obesity. طيب to sum up تعالوا نقول الـ HMOs بتعمل إيه في الجت؟ بتسابورت الجراس of بيفيدو بتساعد الانتسانال adaptation after surgery بتقلل الـ incidence of infectious diarrhea بتقلل الـ severity of neck وكمان بتقلل الـ intensity of colonic motor contractions في الـ immune health الحقيقة بتقلل الـ inflammatory cytokines بتقلل الـ incidence of eczema وبتقلل الـ incidence of infections وكمان of food allergy. طيب في البرين بقى improves memory and learning modulate markers associated with synaptic function and positively affect long term potentiating synaptic strength. جميل جميل. طيب خلصنا الـ HMOs تعالوا نتكلم على الـ DHA. مين بقى الـ DHA ده؟ The omega-3 long chain fat وموجود في البريست ميلك ونسبته تقريبا 0.32% من التوتال فاتي اسيدز. والحقيقه اتس ليفل از هايلي ديبندنت على الماتيرنال دايت وعشان كده البريست فات بيبي انتيك ماي فاري. وهو الميجر ستراكشر في البرين وفي الراتنا. في البرين حوالي 4 جرام وفي الراتنا هو حوالي 50% من الفاتي اسيدز الموجود. وعشان كده اليوروبيان ريجوليشن اتغيرت في 2016 بقى دي اتش اي في الفورمولا اوبليجاتوري انما 2006 كان بيقول لك كده على استحياء ده فولنتري. وكمان في 2016 حددوا له مينيمم وماكسيمم ما سابوهوش ايه بالبركه كده. يبقى جميل. الافسا بقى قالت ايه اللي هي اليوروبيان فود سيفتي اوثوريتي. الحقيقه هي عضدت الوجود الدي اتش اي في الفورمولا واكدت ان هو اسينشال بيلدينج بلوت للنيرف تيشو وللريتنا وقالت ان الديفلوبينج برين في اول 1000 داي بيأكيوميليت نسبه كبيره قوي منه فلازم الطفل ياخدها ومش هيقدر يعمله من الايه اللي هو الفا لينولينيك اسيد لازم اديهوله كدي اتش اي عشان اوصل للكميات اللي محتاجها. وعشان كده هي بتعضده في الفورمولا ولكن السبلمنتيشن اوف اي اي ما هواش نيسيسري.
دي الصورة اللي كلنا بنخوفكم بيها لما نيجي نتكلم على الأوميجا 3 و 6، بس أنا حطها جاست أقول لكم إن فعلاً ألفا لينولينيك هو أصل الـ DHA في الأوميجا 6، واللينوليك أسيد هو أصل الأوميجا 6 اللي بيوصل للأراشيدونيك. وخلينا نقول سريعاً إيه حكاية الـ DHA and the brain. DHA has a fast accumulation throughout the first 1000 days. At birth, it's the principal FA in the brain. السنسز بتاعه ليميتد، ولازم ابتدي ادي كونتيني من بره في الفالنبل ايج ده. والدي اتش اي ده اسينشال في نيورونال ميمبرين، وكمان فور نيوروترانسميتر ريليس جين اكسبريشن فور مايلينيشن اند نيورونال ديفرنشيشن. الكلام ده بتعضده ابحاث يس، وده واحد قدام حضراتكم منشور في 2011 وكان بيتكلم على الكوجنيتيف فانكشن في الأطفال اللي عمرهم 18 شهر في دايموند ستادي، لما أخدوا الـ DHA في الفورمولا بأكتر من concentration. في مجموعة بزيرو يعني ما خدتش DHA خالص، وفي بـ 0.32 وفي 0.64 وفي 0.96. والكلام بتاع البحث ده بيقول results suggest that dietary supplementation of DHA during the first year of life leads to enhanced cognitive development at 18 months age. ودول استعملوا بيلي 2. ال DHA concentration بقى سبحان الله اللي طلعت احلى نتائج كانت ايه؟ ال 0.32، ودي اقرب للجلوبال افريج بتاع الايه؟ البريست ميلك. وسبحان الله برضو ال DHA لو عيلي عن كده مش ميزه، وفي بحث 12 اكد الكلام ده، لما قارن الكونسنتريشنز المختلفه لقى ان التو بيست كونسنتريشن هما ال 0.32 وال 0.64، لما شافوا الاتنشن سبان في ال 4 وال 6 مانس في ال 4 فيدنج جروبس استعملوا فيهم ال DHAs المختلفه. وكمان لما عملوا ويست اي كيو عند 6 سنين في المجموعات، لقوا برضو ان البيست المودر دي اتش اي مش في الهاير جروبس في نتائج الوستر. طيب ايه حكايه بقى الفيجوال فانكشن؟ الحقيقه في ابحاث كتير بتؤكد دور الدي اتش اي في الفيجوال اكيوتي. قدام حضراتكم البحث اللي بيثبت هو منشور في 2003، والفيجوال اكيوتي بوتنشال او سيجنيفيكنتلي مور ماتشور لما الاطفال كانت سبلمنتد، وهم عملوا الكلام ده ات 1 يير اوف ايج، رغم ان الاطفال دي الفورمولا بدري، وعشان ان الدي اتش اي في الفورمولا ومعاها ايه بتساعد الفيجوال اكيوتي throughout the entire year، رغم ان احنا واخديه as early as the fourth of life. الدوس كان عالي قوي سواء اتش ام اوز او دي اتش اي، فناخد مع بعض الاي كي بالراحه كده عشان نركز الكلمتين الحلوين اللي عايزينهم يفضلوا ثابتين عند حضراتكم. الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز have a definite role in improved health, enhanced growth and development. Approximately 75-80% of mothers secrete 2FL, اللي هو 2-fucosyl lactose, HMO في البريست ميلك بتاعهم، و2FL لو حطيتها في الانفنت فورمولا will lead to narrowing the gap between the human milk and the infant formula composition. Infants بقى هو فاد الفورمولا بال2FL ده كان الاميون بنفيتس بتاعتهم عاليه جدا near that of the breastfed infants, allergy prevention, enhanced cognition، كانوا merits جنب كل الحاجات اللي كسبناها من الجروس والاميونيتي. ال2FL has been associated with brain development and functional outcomes بالpreclinical data بتاعته اللي بتقول ان على الاغلب ده برضه mediated via mean the gut microbiota. ال DHA بقى ده has been associated with brain and eye development and functional outcome in synergy. كلام ده بسبب ال 2FL اللي اضافت للفورمولا، ولكن في elements تانية كمان بتساعد، وغالبا الكولين بيبقى له رول عالي جدا كمان في هذه الجزئية. دي كانت summary و take home messages بتاعتي، ودول references. وأقول لكم thank you very much إلى الحضور. Thank you Professor May for your great lecture. The floor is open for questions, please. دكتورة May المحاضرة تتفهم بالشويش.
لكن التيك هوم مسج بالنسبة لنا لو في حد نيوناتولوجي هنا إن البيبي اللي داخل في الحضانة never ever ما تخلوش إن هي الميل بتاعها لازم تجيبه ولازم نعمل initiation people priming بتاعت الجد ده التيك هوم مسج لينا كنيوناتولوجيست وعلى الأقل نخلي الأمهات معلش تحت دعوة إن في عندي جاندس أو في حزق إن أنا أشفت لأي فورمولا تانية الفيرست مانث لازم البيبي بياخد الفول انتيك بتاعه من الماضي بس يا دكتورة ميجي أنا بس عايزة تؤدي دكتورة في الامبورتانس إيه عندنا في البيشنز الفاتي أسيد أوكسيديشن ديس أوردر احنا وي سترينثن برضو إن أوريدي إن ممكن يبقى في سبلاي لازم عشان بروتكشن أجينست الأي والفيجن حضرتك strengthen يعني فده most important take home message يعني دي مهم قوي للpatient. طب انتوا شفتوا بقى في take home message من كل subspecialties واضح ان المحاضرة بقت يعني ايه ما شاء الله دكتور عادل في تعليق فضل يا فندم لا يا فندم ازاي المحاضرة جاي يا فندم الجود جاي الجود جاي ما تقلقش الحقيقة الجود اللي انا اعرفه ان التصنيع بتاعه بس بيبقى متكلس شوية وعلشان الهيردز ما هياش قوية قوي زي في الأوروبيان هيردز طبعا في البوفاين عالي قوي فبيبقى تكلفته عاليه يعني انا اشتغلت بالخليج بيه الحقيقه فكان ثمنه ثلاث مرات قد الالبان اللي هي الكاو فاحتمال يكون ده برضو حاجه من الدروباكس بس هو نازل مصر خلاص واللونش بتاعه قريب يعني دكتوره مي هل دكتوره مي اتفضلي هل الاتش ام اوز بيزود الدينستي بتاع الميلك فورمولا الجديد فبالتالي ليه تاثير على الريجيرج ولا ما بيأثرش لا لا هو ما يعتبرش سكند فورمولا اطلاقا يا فندم لا ده بالعكس ده اتحسن وما كانش فيه اي حاجه خالص جاست سيمبلي ان هو الطفل الجات بتاعته بالجات مايكرو اتحسنت في كلام خالص ان في تغيير في الدنسيتي بتاعته شكرا لحضراتكم اعتقد انا سايبه